Good morning. How are you today, student? Today we talk theme 5, lesson 3, okay? Theme 5, lesson 3. Open your book, science, page 37. اليوم يا رابع راح نحل معكم أسئلة. Theme 5, lesson 3, page 37, okay? Question number 1. Find things in your classroom or home made of rubber, paper, cloth or glass. Okay. بدك تعطي أمثلة من الكلاسروم or your home على أشياء مصنوعة من الربر، مصنوعة من البيبر، من الكلوث ومن الجلاس. هلا أعطيني مثال يا رابع على things made of rubber. Things made of rubber like eraser. Okay. إريزر اللي هي إيش يعني يا رابع؟ ممحاة. إريزر إيش؟ ممحاة. هلأ في عنا العديد من الأمثلة، في عنا زي الربر بانز اللي هي حكينا ربطات الشعر أو بندانة الرأس اللي بيستخدموها البنات، وفي عنا الكاتابلت. الكاتابلت اللي هي بنسميها اللي زي المنجنيق، اللعبة اللي بتلعبوها اللي هي الأولاد بيحكوا لها المقلاعة اللي بتلعب فيها لرمي الحجارة. واضح يا ميس؟ إذا هاي هي عنا الأمثلة على أشياء مصنوعة من شو؟ من الربر. إريزر. طيب B. Things made of paper. أعطيني على things made of paper in your class or your home. Yes. Like book. أو بإمكاننا نحكي not book اللي هو دفترك. Okay. C. Things made of cloth. أعطيني example على things made of cloth. مصنوعة من القماش يا رابع. أوكي ممكن نحكي تي شيرت، ممكن نحكي تراوزر. أوكي تي شيرت أور تراوزر. أوكي دي things made of glass. Things made of glass أشياء مصنوعة من الزجاج. Yes excellent like window. أوكي شباك، شباك مصنوع من شو؟ من الزجاج. أوكي يا رابع إذن like window. طيب هلأ ننتقل لquestion number 2. Pick the right substance. Discuss the reasons in the class. Okay. بده تحكي له هاي الأشياء من شو مصنوعة من عنا، من أي مادة مصنوعة. A. Cooking utensils are made of. الكوكينج يوتنسلز اللي هي أدوات الطبيخ أو أدوات المطبخ، على الأغلب بتكون شو مصنوعة يا خام رابع؟ بتكون مصنوعة من الميتال أور وود. طبعا من الميتال، لأنه يمس إذا الوود رح تنحرق. أوكي فالميتال. طيب الرين كوتس آر ميد أوف. تفشل الرين كوتس. Raincoats هي عبارة عن المعطف تبع الشتاء. المعطف تبع الشتاء من شو بنصنعه؟ من الكلوث ولا البيبر ماس؟ Yes excellent كلوث القماش. طيب الدور هاندلس ار ميد اوف. الدور هاندلس اللي هي ايش معناها؟ مقابض الباب، الايد اللي مفتح فيها الباب يا رابع ومنسكر فيها الباب من شو بتكون مصنوعة؟ من الميتال اور ربر. Yes, excellent. من الميتال. The last one, a knife, is made of knife, سكين. من شو مصنوع السكين؟ Yes, excellent. ميتال. Okay. لأنه paper easily thin. فمن شو بنصنعها؟ easily tear. Sorry. فبنصنعها من الميتال. هيك يا رابع بنكون جاوبنا عنكم الأسئلة موجودة عندكم بيج 37 بكتابكم الساينس. See you next time. طبعا مستر تقولوا لي كل هاي الأجوبة على كتابكم.